نبتدي بقى نتكلم على اجزاء الكمبيوتر توموجرافي سيستم اللي هو فعلا بيقدر ياكواير البروجكشنز اللي احنا محتاجينها، وبعد كده نابلاي بقى على الكمبيوتر الداتا اللي بتيجي منه علشان نطلع صوره. فالحاجه الاساسيه اللي موجوده طبعا اللي بيبقى فيها كل الاجزاء اللي بتاكواير الصوره هي الجانتري، كان بيسمي الجزء الكبير دوت هو اللي بيبقى فيه الجزء بتاع الاكس راي تيوب، وبيبقى فيه الديتكتورز، وهي اللي بيحصل فيها بعد كده بيبعت اكس راي من جزء وبيبعت الناحيه الثانيه، يعني بيستقبل الناحيه الثانيه الاشعه اكس بعد ما تعدي في البيشنت ويأكواير الداتا، وبعد كده يعمل روتيشن للكلام ده بشكل ما، اكواير روتيشنز او يأكواير بروجكشنز من اتجاهات مختلفه او من انجلز مختلفه عشان يقدر بيها يبقى عنده الداتا الكافيه علشان يكون الصوره. بيبقى في عندنا تيبل، وطبعا التيبل دي مهمة جدا عشان بتقدر تنزل وتطلع وتقدر تدخل البيشنت بشكل يعني منتظم في الفتحة بتاعة الاوبننج بتاعة الجانتري. واكشوالي التيبل في التكنيكس الجديدة بتاعة الاي سي تي اللي هي بنتكلم مثلا من اوائل التسعينات مثلا لغاية دلوقتي، التيبل بقت فيري كريتيكال بارت من تكوين الصورة، لان هي لها يعني تدخل كبير الحقيقة في جزء معين من الاجزاء اللي احنا هنتكلم عليها بعد شوية اللي بنسميها السبايرال ايميجنج. الحركه بتاعتها هي اللي بتعمل سبايرال ايمجنج، من غير الحركه بتاعت التيبل ما نقدرش نعمل سبايرال ايمجنج. فالتيبل الحقيقه اتس ان امبورتنت بارت اوف ذا سيستم يعني، وما نقدرش نقول ان احنا نقدر نستعمل اي تيبل وخلاص، لا اتس يعني ديديكيتد تيبل، وتبقى لازم تبقى كونكتد بالجهاز ولازم تتحرك بحركه سينكرونايزد مع الاكوزيشن عشان تقدر تدينا ديتا مظبوطه. الديتا اللي بتطلع من الـ يعني الجهاز بتاعنا او بيسكلي كنترول بتاع الجهاز بيحصل من خلال كونسول، اوبريتنج كونسول. اوبريتنج كونسول ده بيحدد فيه اليوزر، بيحدد فيه هو عايز يصور ايه بالظبط ويصور بأنهي تكنيك، وطبعا يكتب الريزولوشن بتاعت الصوره هتطلع قد ايه، ولو عايز يعمل عاده بيبقى طبعا مطلوب يصور فوليوم يعني يصور 3 دي، بيحدد بالظبط هيصور من اول فين لغايه فين. كل الكنترول بيتم من خلال الاوبريتنج كونسول، بيبقى حاجه بالشكل ده كده يقدر يحدد منها او يعني يستعملها عشان يقدر يحدد منها الـ البارامترز بتاعت الاكوزيشن ويعمل فعلا يستارت الاكوزيشن من الكونسول دوت. بيبقى في عندنا بالنسبه للطبيب بيقعد على حاجه اسمها فيوينج ورك ستيشن. بيبقى الفيوينج ورك ستيشن دي بيبقى فيها مونيتورز، تبقى طبعا ميديكال جريد مونيتورز، بيبقى حاجه بالشكل ده كده، بيبقى شايف فيها طبعا ممكن يقعد هنا برضو على نفس الاوبريتنج كونسول، بس عاده الطبيب بيبقى موجود في مكان اخر يقدر يفيو كل الاستاديز بتاعت او كل اللي هي الحالات اللي موجوده عنده، مش بس الحاله اللي موجوده حاليا جوه الجهاز، ويقدر من خلال الفيوينج ورك ستيشن دي يقدر ان هو يبص على الحاله ويقدر ان هو يكتب التشخيص بتاعه، ويقدر ان هو يعني لو في عنده اي قياسات ولا حاجه يقدر يعملها من على الاوبريتنج كونسول ده، من على الفيوينج كونسول ده. فهنا الورك ستيشن بتاعت اللي هي الدايجنوستيك ورك ستيشن دي بتبقى للطبيب ويقدر من خلالها ان هو يشخص. الاوبريتنج كونسول عاده بيبقى الاكس راي تكنيشن او الكمبيوتر توموجرافي تكنيشن هو بيعمل بيه، بيشغل بيه الجهاز، بيعمل اوبريشن للجهاز ويحدد الاسكان وبيأكواير بيه الداتا، وبعد كده الداتا بتتسيب اوتوماتيكلي كاستادي في الداتا بيز الموجوده في الجهاز، ويقدر يبقى يعني الداتا نفسها تبقى اكسسبل من الورك ستيشن بتاعت الفيو. في الحقيقه الاكس راي تيوب اللي بتستعمل في السي تي عامه بتبقى مختلفه شويه عن الاكس راي تيوب اللي مستعمله في البلين اكس راي. المشكله او الفرق اللي موجود عندنا في الكمبيوتر توموجرافي ان الاستعمال بتاع الانبوبه بتاعت الاشعه بتاعت اكس يعني عاده بيبقى استعمال بيبقى اكستريملي هيفي، يعني بمعنى ان احنا في البلين اكس راي بناخد صوره وبعد كده بيبقى في فتره يقدر فيها او تقدر فيها تيوب تبرد علشان ياخد صوره بعد كده. في السي تي لا، ده بيأكواير في فتره طويله باستمرار، فبالتالي احنا عندنا طبعا مشكله في الاكس راي تيوب ان الافشنسي عاده بتاعه البرودكشن بتاعه الاكس راي اولموست تبقى 1%، يعني بمعنى 99% من الانرجي اللي بنستعملها بتروح في شكل حراره، والحراره دي لازم تتبرد، لازم يبقى في تبريد ليها بشكل ما، والتبريد دوت الحقيقه بيبقى يعني لازم يتم بطريقه افشنت والا يبقى في مشكله الحقيقه. فالحقيقه لازم الاكس راي تيوبس اللي بتستعمل في السي تي لازم يبقى يعني الطريقه اللي بتتبرد بيها الحقيقه تبقى فيري افيشنت، وعاده بيبقى الانكلوجر بتاعها بيبقى ميتاليك عشان برضو بيبقى برضو بيستعمل في الهيفي ديوتي يعني اكس راي تيوبس، مش الجلاس انكلوجر عاده يعني.
وطبعا بيبقى فيه الطريقه بتاعه التبريد بتاعتها بتبقى مختلفه طبعا عن يعني تبقى طبعا مور افيشنت عن الطرق العاديه. الحقيقه برضو واحده من الحاجات المهمه اللي ممكن تبقى موجوده في بعض اجهزه السي تي، ممكن يبقى فيه مور ذان وان تيوب، يعني عشان يبقى يخلي الاكوزيشن ايفن فاستر، او عشان يخلي يعني طبعا يعني بدل ما بيأكواير مثلا داتا باستعمال بيم جاي لي من اكس راي تيوب واحده، ممكن يبقى في عنده تو بيم شغالين سيمالتينيسلي. ودي الحقيقه واحده من المواصفات اللي احنا ممكن نطلبها في اجهزه السي تي علشان تخلي الثرو بوت بتاعها يبقى عالي حقيقة.